أخيرا وبعد سنين من التهميش الذي ضرب المدينة، بصيص أمل يتراءى في الأفق. بالتوقيع على اتفاقيات شراكة لتمويل وانجاز الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة تازة، رئيس مجلس جماعة تازة يزف للساكنة خبر توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز الشطر الثاني من برنامج التنمية الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة تازة 2023-2026 بقيمة مالية تصل ل 450 مليون درهم. الاتفاقية تضم تأهيل الشوارع والطرق بالأحياء ناقصة التجهيز: شارع بئر أنزران، شارع الحسن الثاني، شارع الأحسن بهطاط، شارع سبتة وشارع الجولان، شارع مولاي يوسف، شارع علال الفاسي، شارع محمد الخامس، شارع 3 مارس، شارع الوحدة، شارع قس مداح، شارع الكيفان، شارع ابن خلدون، شارع يوسف بن تاشفين، إضافة لتأهيل الطرقات وممرات الراجلين بكل من حي النهضة، حي الكوشة، وحي الربايز، وحي وريضة. الاتفاقية تضم أيضا مشروع ترميم وتأهيل المدينة العتيقة وربطها بمحيطها وترميم الأسوار التاريخية وبناء الشطر الثاني من المركب الثقافي، إضافة لتأهيل الملعب البلدي وبناء ملاعب للقرب. وفي نفس الإطار تطرق رئيس المجلس السيد عبد الواحد المسعودي خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تازة لإخراج مشروع مهيكل وكبير سيساهم في اقتصاد الماء، كما سيخلق فرصا مهمة للشغل ويحافظ على البيئة، ويتعلق الأمر بمحطة تصفية المياه العادمة بقيمة مالية تصل ل 680 مليون درهم. للإشارة، فالأطراف الموقعة على الاتفاقية هي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المديرية العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المدير العام لشركة العمران فاس مكناس، جماعة تازة وعمالة تازة. هذا وقبل الختام، نتمنى أن تكون بداية الأشغال في أقرب الآجال وبالجودة التي يرجوها المواطن التازي. لنا عودة فيما يخص جماعتنا القروية كاف الغار